أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها تداعيات فشل المشاورات والجهود الأمريكية الأخيرة لإحيائها على ضوء المستجدات الميدانية الأخيرة. مؤتمر الحوار الوطني استمر 9 أشهر توافقت فيه كافة القوى الوطنية مجتمعة بما فيها ميليشيا الحوثي والمؤتمر الشعبي العام على صيغة لدستور الدولة اليمنية، وقبله كانت المبادرة الخليجية التي منحت المخلوع ومعاونيه الحصانة كطوق نجاة من المساءلة مقابل حقن دماء اليمنيين واستقرار اليمن. وبعد ذلك جاء مؤتمر الرياض وجنيف وبييل والكويت، تخلل ذلك كله حرب أعلنها تحالف الحوثي والمخلوع على كل اليمن وعلى كل ما توافقت عليه القوى الوطنية والإقليمية والدولية. وبالأمس التقت الرباعية الدولية في جدة ممثلة بوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، وأعلنت عن مبادرة جديدة تفضي إلى تسوية سياسية بعد إفشال مشاورات الكويت. ما الجديد إذن في اتفاق الرباعية الدولية التي عقدت في جدة يوم أمس؟ وكيف يمكن الثقة بطرف نسف كل فرص الحلول السياسية وآخرها اتفاق الكويت؟ بل وكيف يمكن أن يثق اليمنيون بالدول الراعية للسلام وهي الدول التي تم الانقلاب تحت سمعها وبصرها إن لم نقل بمباركة بعضها؟ وما هي السيناريوهات المرتقبة بالنظر إلى المستجدات السياسية والعسكرية على الأرض؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفي في هذه الحلقة من عمان، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع، ومن القاهرة الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. والبداية معك الدكتور شجاع، في كل مرة تفشل المفاوضات ويتم الانقلاب على الاتفاقيات والمبادرات، من يقف وراء كل هذا التعثر للحل السياسي برأيك؟ السعودية. نعم. نعم. إجابة مختصرة وسريعة. السيد عبد العزيز المزيدي. أستاذ عبد العزيز. إلى أن تحل هذه المشكلة، مشكلة الصوت مع ضيفنا عبد العزيز المجيدي، كنت الدكتور عادل قد ذكرت بأن السعودية هي المعرقل لمسارات السلام في اليمن، ما علاقة السعودية بعرقلة المبادرة الخليجية ومن ثم مؤتمر الرياض ثم بييل وجنيف الكويت؟ يعني هل يمكن أن تفسر لنا هذا الطرح؟ المملكة العربية السعودية لم تخوض الحرب بهدف مواجهة الحوثيين ولا بهدف إعادة الشرعية كما زعمت. السعودية في الأساس خاضت حرب ضد اليمن، ضد المشروع الديمقراطي، وضد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على إعطاء المرأة 30% من المقاعد الوزارية و30% من المقاعد البرلمانية. وبالتالي حينما ينجح هذا المشروع الديمقراطي في جنوب المملكة العربية السعودية يؤثر على النظام العائلي، هذا النظام الدكتاتوري الذي لم يشهد له مثيل في التاريخ، عائلة تسمي الوطن النجد والحجاز باسمها. وبالتالي مشروع ديمقراطي بهذا الحجم في بلد في جنوب هذا البلد كان لابد من خوض هذه الحرب، لكنها حاولت أن توجد لها مبرر تحت حجة مواجهة الحوثيين الموالي لإيران أو تحت حجة إعادة الشرعية، مع العلم أن المبادرة الخليجية التي يرددونها صباح مساء هي كانت مبادرة مزمنة وآليتها مزمنة لمدة 2 عامين، وأوعدت للرئيس هادي بأن يمدد لمدة سنة أخرى عن طريق مؤتمر الحوار الوطني، وهو رئيسا لمؤتمر الحوار الوطني. وبالتالي هنا لا يحق لهادي أن يمدد، لأن هناك يعني تضارب في المصالح، هو رئيس لمؤتمر الحوار وهو الذي يمدد لنفسه، ومع ذلك انتهت فترة العام وأيضا استمر يعني في السلطة دون أن يغادرها. طيب هل دكتور عادل؟ نعم نعم، إذا هذا السرد نعرفه، يعرفه جميع اليمنيون.
يعني هل تدخلت السعودية إذن حينها بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وأعلنت حربا على اليمنيين وانقلابا على المبادرة الخليجية؟ هل السعودية هي من أعلنت ثورة ضد الجرعة ولتطبيق يعني مخرجات الحوار الوطني، التي بالمناسبة تحدث المخلوع صالح قبل أيام بأنه سوف يحفر حفرة كبيرة لدفنها؟ أنا في اعتقادي أنه أولاً مسألة يعني تحديد المصطلحات مهمة جداً. المخلوع يعني في اللغة أولاً هي الذي تخلعه زوجته، وهذا لم يحدث. هناك مخالع في دول الخليج خلعوا من قبل زوجاتهم، يمكن إطلاق هذا المصطلح عليهم. أيضاً بالنسبة للمخلوع سلم السلطة عبر انتخابات، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا المصطلح جائزا. يعني علينا أن نحدد يعني دلالة المصطلحات ومحمولاتها حتى نستطيع أن نتحاور بشكل سليم ونتوصل نعم إلى لا بأس. دعنا نتفق دكتور عادل، نعم دكتور عادل، دعنا نتفق بأننا سوف نستخدم المفردات والمصطلحات التي تتناسب معنا ومع سياستنا التحريرية، وبالمقابل أنت يمكنك أن تستخدم أي مصطلح يناسبك، يعني حتى إن أردت أن تسميها الرئيس القادم، يعني إن أردت. نحن ما نعرفه بأن أي رئيس يخرج من السلطة عبر مطالب شعبية يسمى مخلوعا. أتحول الآن إلى الأستاذ عبد العزيز المجيد وهو جاهز الآن معنا من القاهرة. كنا قد سألنا الدكتور عادل الشجاع عن أسباب تعثر كل جولات السلام وكل التسويات السياسية خلال الفترة الماضية، من الذي يقف وراء كل هذا التعثر الذي رافق تلك الجولات؟ ولنا أود أن أتحدث أو أعلق عن ما قاله الدكتور عادل الآن، وهو يتحدث عن ضبط مفاهيم ومصطلحات، ولا أدري عن أي مصطلحات يتحدث. وهو كان يتكلم الآن عن قصة السعودية ودورها في ما حدث في اليمن، وهناك نظام ديمقراطي في اليمن يهدد أمن الخليج ويهدد، لا أدري أي نظام ديمقراطي كان يرتب لتوريث السلطة، وكانت عائلة حاكمة دملكية بالمفهوم الشائع كانت تتهيأ للسيطرة بشكل كامل ونقل السلطة إلى الجيل التالي عبر أحمد علي عبد الله صالح. السعودية بالنسبة لعادل الشجاع والمجاميع التي تلتف حول علي عبد الله صالح كانت جيدة وبلد جيد، وربما كان يمكن أن يقول عليه بأنه بلد ديمقراطي عندما كان يرفع صور الملك عبد الله في السبعين، وكانت السعودية تتلقف وجه زعيمه المحروق لترميمه في الرياض، وكانت السعودية في ذلك الوقت كانت جيدة. كانت السعودية بالنسبة لعادل الشجاع وللمجاميع التي تلتف أيضا حول صالح جيدة أيضا عندما كانت تم الاستعانة بها في 2009 ضرب جماعة الحوثيين في المناطق الحدودية. السعودية جيدة طالما كانت تقف مع علي عبد الله صالح، لكنها سيئة عندما تصحح مواقفها وأخطاءها التي ارتكبتها في 2011. نعم، وبالتالي أستاذ عبد العزيز، وبالتالي وبالتالي من الذي يقف وراء هذه العرقلة؟ نعم، تقع مع شعب ضد زعيم تهريب معروف عنه بأنه كان في النهاية لا يعمل إلا كمقاول حروب وأزمات في المنطقة، ومعروف من أين بدأ مهمته في الوصول إلى السلطة. إذا ما مصلحة الطرف المعرقل في استمرار الحرب أستاذ عبد العزيز؟ الذي يقود القطيع من مكان إلى آخر ومن موقف إلى نقيضه، ثم نعم. يدعو حاشيته التي تشبه عادل الشجاع ويقول لهم بأنه يقف في المنطقة الصحيحة. لا أدري ما هي نعم. المصطلحات التي يجب، لا أدري إن كنت تسمعني أستاذ عبد العزيز المجيدي، أن 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 يتحدث عادل الشجاع بالشكل اللائق. نعم، يعني إذا كنت قد سمعت سؤالي كنت أسأل أن الطرف الذي يقف معرقلا لكل التسويات السياسية ما مصلحته من استمرار الحرب، لأنه بطبيعة الحال من يعرقل كل محاولة للسلام ولإحلال السلام في البلد بالتأكيد لديه مصلحة من استمرار الحرب. لماذا برأيك؟ هناك شخص اسمه علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين عليهم عقوبات من المجتمع الدولي، رجل تم تجنيد الكثير من ارصدته المسروقه من اموال اليمنيين، ابنه تحت الاقامه الجبريه كما يقال، في هناك كثير من المصالح التي يفقدها، وهو يمتلك بندقيه، عندما يمتلك المجنون بندقيه فما عليك الا ان تنتظر منه ان يستمر في اطلاق الرصاص حتى اللحظات الاخيره. هذا الرجل طائش لا يريد شيئا سوى ان يستمر في قتال الحرب. لو استمعتم الى مقابلته الاخيره، المقابله المفبركه التي زعم انها تابعه لقناه روسيا اليوم، وهو يقول
بأنه يشعر بالقلق عندما لا يسمع الطائرة تحلق في سماء صنعاء. هذا الرجل يسخر حتى من أتباعه ومن قطيع الذين يردون. نعم، عند هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد العزيز المجيد، دعني أتحول إلى الدكتور عادل الشجاع. نعم، دعني أتحول إلى الدكتور عادل الشجاع في هذه الجزئية تحديدا. يعني المخلوع صالح في تصريحاته الأخيرة تحدث عن كما ذكر الأستاذ عبد العزيز بأنه يشعر بالسعادة لتحليق الطائرات في سماء صنعاء، والأخطر من ذلك هي تصريحاته بشأن مخرجات الحوار الوطني والفيدرالية، ولم ترد علي بهذه الجزئية. كيف يمكن أن تتحدث بأن السعودية هي من وقفت ضدا لمخرجات الحوار الوطني في حين يتحدث المخلوع عن أنه سيحفر حفرة كبيرة لدفنها؟ الرئيس صالح حينما تحدث عن مسألة المبادرة الخليجية هو ينطلق من هذه المبادرة كانت مبادرة مزمنة. نعم. وبالتالي كانت فترة الرئاسة سنتين وانتهت، وهي كانت من جزئين رئيسيين، الألف وباء. الألف كانت تحدد النائب أن يصبح رئيسا، وهو عبد ربه منصور هادي فأصبح رئيسا، ثم باء التي لم يعمل بها الآخر للأسف الشديد، والسعودية تركت المبادرة الخليجية للمبعوث الأممي السابق جمال بن عمر، ظل يتلاعب بهذه المبادرة ويتلاعب بزمنها ليحولها من مبادرة مزمنة إلى مبادرة مفتوحة. طيب عفوا دكتور شجاع، ماذا عن مخرجات الحوار الوطني؟ أيضا هو ذكرها بأنها ستكون ضمن الأمور التي ستوضع في الحفرة الكبيرة التي من المقرر دفنها. بالتأكيد بعد خوض حرب على البلد وإلقاء ما يزيد عن 160 ألف صاروخ، ما يزيد عن 130 ألف طلعة وغارة قوية على اليمن، ما تدمير البنية التحتية، تمزيق النسيج الاجتماعي، باعتقادي أنه ما يتعلق بالحديث عن مخرجات الحوار الوطني ليس مجمل مخرجات الحوار الوطني، وإنما المخرجات التي فرضت فرضا دون أن يكون هناك تصويت عليها، منها ما يتعلق بالأقاليم. الأقاليم في حقيقة الأمر، وأنا واحد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، لم تكن مطروحة ضمن جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وإنما فرضت فرضا في الأيام الأخيرة، وكان التصويت عليها وقوفا، لم يكن حتى التصويت وفق الأجهزة التي رصدت لها ملايين الدولارات، لكنكم وقعتم عليها في نهاية المطاف. لم يتم التصويت عليها حقيقة، التصويت كان وقعتم عليها بشكل ملحق. نعم، أنتم وقعتم عليها في نهاية المطاف بشكل ملحق. الذين جلسوا على الكراسي، وبالتالي الحديث عن دفن مخرجات الحوار الوطني ليس المتفق عليها. المتفق عليها الجميع يريدون تطبيقها، والجميع متفقون عليها، وكانت كل الأطراف السياسية قد مضت إلى الأمام للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ذلك الوقت، ولم يبقى إلا مسألة رئيس مجلس الرئاسة. ونحن نعلم أن حزب الإصلاح هو من عطل بدفع من المملكة العربية السعودية، لأنها كانت تخطط في الأساس لخوض هذه الحرب كما قلت على المشروع الديمقراطي. طيب الذي وما علاقة مخرجات الحوار الوطني بالحرب سيد عادل شجاع؟ هل من أعلن الحرب هم القوى الوطنية التي صاغت وثيقة الحوار الوطني؟ بالتأكيد أنت لو تعودين إلى مرحلة مخرجات المؤتمر الحوار الوطني، من الذي لم يسعى لتنفيذ هذه المخرجات؟ لقد أبطأ هادي في أن يذهب إلى الأمام وأن ينفذ ما تم الاتفاق عليه. كان هناك الاتفاق على أن يكون هناك دمج لمجلس النواب ومجلس الشورى، بحيث يستوعب الذين لم يكونوا موجودين ضمن المبادرة الخليجية المتمثلين بأنصار الله والحراك الجنوبي، ولكنه تباطأ في هذا لأنه كانت عليه ضغوط من قبل المملكة العربية السعودية. الهدف من هذه الضغوط هو تفجير الموقف، ونحن نعلم أن تفجير الموقف كان بسبب 1000 ريال زيادة المشتقات النفطية. وحينما دخل الحوثيون إلى العاصمة صنعاء أسقط 1000 ريال. يعني لماذا كان هذا الإصرار؟ وكان كل وزراء الإصلاح حينها يقولون بأن الجرعة
إذا تراجعت فإن الاقتصاد الوطني سوف ينهار، ثم أسقط الألف ريال بعد ذلك ولم ينهار الوضع الاقتصادي داخل البلد، على العكس من ذلك كان هناك مخطط. ثم ماذا دكتور عادل التي تقودها السعود؟ ثم ماذا دكتور عادل؟ يعني أسقط الألف ريال وماذا بعد ذلك؟ هل تراجع تراجع تحالف الانقلاب عن ما كانوا ذاهبين إليه؟ اليوم اليمن ركاما بسبب هذه العقلية التي تقود حربا لمصالح شخصية لا علاقة لها بالوطن ولا بالمواطن ولا بالشعب. نعم. للأسف الشديد نستطيع أن نقول اليوم أن هناك حرب داخلية وهناك عدوان خارجي. سنأتي إلى الحرب الداخلية سيد الدكتور عادل، لكن دعني أتحول إلى الأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز، أنت تقاطعينني ولا تعطيني وقتا كما نعم تركت لك مساحة طويلة للحديث، يعني على حساب الضيف الآخر. سأعود إليك دكتور عادل. أستاذ عبد العزيز المجيدي، عندما يتحدث المخلوع صالح، سأعود إليك دكتور عادل عن دفن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 في الوقت الذي تحدث فيه كيري يوم أمس عن اتفاق أو مبادرة اتفاق جديدة، أي مرجعيات يمكن أن يذهب للعمل وفقها أطراف الصراع كما يسمونهم في اليمن؟ سيدة الكريمة، أعتقد أن علي عبد الله صالح يسعى لإعادة إنتاج نفسه، وكان الأمر واضحا منذ أن أخبرته الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في نهاية عام 2011، وكان الاستقبال في مدينة نيويورك وليس في مدينة أخرى كما قيل، لأنه كان يريد أن يذهب للعلاج، ونيويورك ليست وجهة أصلا للعلاج، كانت وجهة من أجل ترتيب أوضاع علي عبد الله صالح في المستقبل وإسناد دور لهذا الرجل، حتى لاحقا عندما عاد الى اليمن جاء الى هنا جون بيرنان وكان مساعد اوباما في وقت حالي مكافحه الارهاب بشؤون مكافحه الارهاب، وقال بشكل غريب لدوله ترعى عمليات النقل السلمي للسلطه كما تقول، وكانت مستعجله على منح علي عبد الله صالح الحصانه بلا مقابل. كان يقول كان من حق علي عبد الله صالح وعائلته الترشح للغزو، بمعنى ان علي عبد الله صالح كان مطلوب منه ان يؤدي دورا مسبقا منذ 2011 وليس من هذه اللحظه، ولذلك ظل الرجل يرتب اوراقه طوال الوقت يتلاعب كل التفاصيل المتعلقه باعمال التخريب وضرب ابراج الكهرباء وغيره. لم نشاهد ضرب ابراج كهرباء عندما تمت عمليه الانقلاب التي ادارها علي عبد الله صالح من خلال الميليشيات واصدر اوامره لحرس الزنه، انا اسميه حرس الزنه، لخلع ملابسهم العسكريه ولبس زنه الميليشيات من اجل السواري خلفها وتدبير عمليات الانقلاب. علي عبد الله صالح مطلوب منه ان يؤدي دور ليس دورا ايضا فقط في اليمن، وانما دور من اجل خلخله الوضع والامن الاقليمي في المنطقه، وقد حدث المساله وقد حدث الامر بشكل واضح وجلي من خلال التصريحات التي سمعناها اكثر من مره في يوم 21 او في يوم 17 سبتمبر قبل الانقلاب بيوم واحد، كانت وكاله فارس للانباء تتحدث عن محاصره كتائب الحسين لصنعاء واستعدادها للدخول الى صنعاء. يعني المسألة ليست مسألة مخرجات حوار وطني وليست مسألة رفض لموضوع الأقاليم، رغم أن موضوع الأقاليم رئيسي بالنسبة لعبد الله صالح، لأنه لا يريد أن يشاهد يمنا بعيد عن يده التي كانت تطيش في كل الأماكن، كان دائما يصدر الأوامر بيصرفوا جبل لفلان وجبل لعلان من حاشيته الفاسدة، وكان يتصرف باموال البلاد بالطريقه التي تناسبه بحيث نعم استاذ عبد العزيز، طالما وقد جئت لي الحرب الداخليه وكتائب الحسين نعم استاذ عبد العزيز، سيطر حتى على قطاعات الاسماك والثروه السمكيه، اصبح الكثير من ابنائه وابناء اسرته يعملون في تجاره الاسماك، وبالتالي نعم استاذ عبد العزيز كان اصلا يدبر بهذه العمليه، وكان نعم هذه الامور معروفه ومنشوره نعم ومعروفه لدى الجميع في التقارير الدوليه التي تحدثت عن نسبه الفساد في البلد. نعم استاذ عبد العزيز، دعني اتحول الى ضيفنا من عمان الدكتور عادل الشجاع، وقد قاطعته، يعني يمكنك العودة للفكرة التي كنت تتحدث عنها، وكنت قد ذكرت مسألة الحرب الداخلية في حين أنك تحدثت بأن سبب هذه الحرب وسبب تعثر كل مسارات السلام هي السعودية، إذن ما علاقة اليمنيين تقتلونهم في كل المدن اليمنية، وما مدى مشاركة المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع في هذه الحرب الداخلية؟ اولا حينما يكذب المرء عليه ان يحسن هذا الكذب، يعني يقول ضيفك من القاهره بان الرئيس السابق كان يؤدي دورا لامريكا،
اليوم نحن نشاهد أن أمريكا تحارب إلى جانب السعودية، ولا تحارب إلى جانب الرئيس السابق، ولا إلى جانب أنصار الله، ولا إلى جانب اليمنيين، وهي قبل 5 أيام سحبت 40 مستشارا عسكريا من المملكة العربية السعودية من أصل 45. فحينما نكذب علينا أن نختار وسيلة للكذب. أما ما يتعلق مسألة التعاون، ولو قاطعتك دكتور عادل، مسألة التعاون المخلوع مع أمريكا هذا أمر معروف أيضا. نعم هو أمر معروف، هناك قواعد عسكرية أنشأها المخلوع للأمريكان، يمكنك أن تواصل. لم توجد قاعدة عسكرية في اليمن، علي عبد الله صالح لم يمنح أحدا شبرا واحدا. نعم. وعليكم أن تثبتون ذلك. علي عبد الله صالح في ظل طائرات جاءت من السماء، شو نعمل لها؟ طيب دكتور عادل، الجميع يذكر مقولة المخلوع الشهيرة عندما سئل عن الطائرات التي تخترق السيادة اليمنية وتقتل اليمنيين، كانت إجابته التي تداولها اليمنيون بتهكم وبحسرة عن أنها طائرات جاءت من السماء، شو نعمل لها؟ يمكنك أن تواصل الآن في هذا السياق، وعن مدى مساهمة المؤتمر الشعبي العام في الحرب الداخلية الآن التي تقتل اليمنيين وخاصة أبناء تعز. هناك اتفاق بين الجمهورية اليمنية وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. نعم. وهذه اتفاقية دولية، كانت اليمن جزء من الاتفاق الدولي ومن المنظومة الدولية لمواجهة الإرهاب. نعم. أتتحدثون عن سماح اليمن في ذلك الوقت لطيران بدون طيار بموافقة الأجهزة الأمنية ومتابعتها، وتنسون اليوم أن هناك أكثر من 130 ألف غارة على اليمن و160 ألف صاروخ. أنا حقيقة يعني نعم. أضحك بملء فيه على مثل هذا الكلام. طيب جيد، أنت يتعلق بتجارة الأسماك، نحن نعلم أن الشركة هي شركة عبد المجيد الزنداني. أرجو أن لا تدخل في التفاصيل دكتور عادل، إذا دخلنا في التفاصيل سنتوه في ملف الفساد الذي أشرف عليه المخلوع صالح. كنت أسألك عن الحرب الداخلية دكتور عادل الشرجبي. عادل شجاع، أعتذر عن الاستمرار في ظل هذه الكيفية، أنا أعتذر عن الاستمرار. يبدو أنكم أتيتم دكتور عادل، يمكنك أن تواصل الآن، لكن أرجو أن تلتزم بالمحاور. أنا آسف، أنا لن أواصل بهذه الطريقة. أنت تقاطع، أنت عليك أن تسألي وأنا أجيب أو أغادر الاستديو. نعم، أنت تجيب في إطار محاور ليس ردا على كل كلمة يقولها الضيف الآخر. في إطار محاور وفي إطار إجابة ضيفك، أنا لم أخرج عن ذلك. تفضل دكتور عادل. نعم، أكمل حديثي، لأنك تسألين ثم بعد ذلك 20 سؤال داخل سؤال. فقط لنكسب الوقت دكتور عادل، أرجو أن تلتزم بالمحاور. لنكسب الوقت دعيني أجيب، إذا أردت أن تكسبي الوقت دعيني أجيب. ما يتعلق فيما يجري في اليمن اليوم، السعودية تتحمل مسؤولية ذلك، والإصلاح يتحمل مسؤولية ذلك، وأنصار الله يتحملون مسؤولية ذلك، والمثقفون والسياسيون يتحملون مسؤولية ذلك. علينا يفترض اليوم أن نفكر بالمخرج. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن وصلت أمريكا إلى طريق مسدود وأدركت بأن حليفتها المملكة العربية السعودية قد تورطت في هذه الحرب التي ارتكبت من خلالها حرب إبادة في حق اليمنيين، وارتكبت كثير من المخالفات للقانون الدولي، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تطلق مبادرة. هذه المبادرة تعترف بأنصار الله وتقول أنهم جزء من النسيج السياسي، وهذا ما كان موجوداً فيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرمه الرئيس هادي حينما كان رئيسا في ذلك الوقت، وهو اتفاق السلم والشراكة. ولكنه حينما جاء إلى تشكيل الحكومة استثنى أنصار الله واستثنى المؤتمر الشعبي العام من ذلك، وبالتالي أصبحت الشراكة هنا مختلة، لأن السعودية كانت تضغط في هذا الاتجاه لإيجاد مبرر لخوض هذه الحرب. وبالتالي فعلا استطاعت أن تستدرج أنصار الله لأن يدخلون إلى العاصمة صنعاء، وأنتم تعلمون كيف تم دخولهم. نعم. لقد قابلهم الرئيس هادي سابقا إلى عمران، وقال إن عمران قد عادت إلى أحضان الدولة وإلى أحضان الجمهورية. نعم. وحينما دخلوا إلى صنعاء بعد 4 أيام من دخولهم، قال من يقول أن صنعاء قد سقطت فهو كاذب.
ثم وقع معهم اتفاق السلم والشراكة، وقد باركته الرياض وباركته واشنطن. نعم جيد جيد دكتور عادل، أنت أخذت أكثر من وقت أكثر من وقتك وعلى حساب الضيف الآخر دكتور عادل، يعني وقد أشرت تحديدا لاعتراف كيري يوم أمس بالحوثيين أو أنصار الله، لكن بالمقابل أيضا وزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق ولم يذكر لا من قريب ولا من بعيد المخلوع صالح والمؤتمر الشعبي العام، ماذا يعني ذلك؟ وهل ستذهبون إلى مشاورات أو تسوية سياسية قادمة؟ نحن لا يعنينا أن يذكر المؤتمر الشعبي العام بقدر ما تذكر اليمن، نحن تهمنا اليمن في الأول وفي الأخير، ونحن كحزب أول من نادينا بالحوار ودعونا كل الأطراف السياسية والأطراف المتحاربة لأن تضع السلاح وأن تجلس على طاولة الحوار. نحن سنذهب إلى آخر الدنيا فيما يتعلق بمصلحة اليمن ومصلحة الشعب اليمني، ولن نتردد في ذلك، وقد قلناها مرارا وتكرارا وأصدرنا بيانات رسمية مدونة وموثقة وتستطيعون العودة إليها في أي وقت تريدونها. المؤتمر الشعبي العام مع السلام ومع السلم الاجتماعي، وهو دعا كل الأطراف السياسية ضمن أي مرجعية دكتور عادل الى ان يجلسوا على طاوله. نعم بعد ان دفنتم كل المرجعيات الخارجي من الاستمرار. نعم هذا يعني طرح ايجابي ووطني ويعني مرحب به. ضمن اي مرجعيات سوف تذهبون الى اي تسويه سياسيه قادمه؟ نحن سنذهب الى اي تسويه بعدما يرفع الحصار عن الجمهوريه اليمنيه وان تسحب القوى. نعم اتحدث عن مرجعيات ولا اتحدث عن محددات. طيب اذا انت دكتور عادل بالمناسبه انت لا ترد على اسئلتي، انت لم تتحدث ولم ترد عن الحرب الداخليه التي شارك فيها المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع والجيش العائلي التابع له، ولم ترد علي فيما يتعلق بتجاهل كيري يوم امس للمخلوع والمؤتمر. اذا استاذ عبد العزيز المجيدي، هل تعتقد بان العوده مجددا الى مشاورات او مفاوضات سياسيه جديده دون الحديث او بالقطع مع الجولات السابقه ودون مجرد الذكر للمعرقلين للمرحلة السابقة، ألا تعتبر مكافأة لهذه المعرقلين ولماذا يحدث ذلك؟ أرجو أن تمنحني نفس المساحة التي تعطيها لي وليست من عمان. أعتقد الرجل عندما يتحدث عن الأكاذيب فهو يتحدث عن نفسه. هذا عادل الشجاع ومجموعة الملتفين حول صالح عبارة عن آلات كذب ضخمة لا تكذب على الناس فقط بل تصل حتى الكذب على نفسها. وإذا تابعت عادل الشجاع نفسه ويتحدث تارة عن الميليشيات الحوثي بشكل ناقد وتارة يتحدث عنها باعتباره حليف، وهو لا يعبر عن مزاجه الخاص، هو يعبر عن مزاج علي عبد الله صالح وعن كميات الاوراق البنكنوت التي يحصل عليها مقابل هذا الكذب الذي يشتغل عليه، وبالتالي لا يعني لا نستغرب ان يصدر مثل هذا الكلام والتناقض حتى في سياق كلامه، ويتحدث بان المساله هي مساله بان احزاب واطراف هي وقفت ضد المبادر او مخرجات الحوار الوطني ونسي كل التفاصيل التي تمت خلال الفترات الماضيه ابتداء من الاتفاق على مخرجات الحوار الوطني وانتهاء بسلسله الاتصالات التي تمت ورعاها بن عمر في تلك الفتره ووصولا الى وصول الميليشيات الى العاصمه صنعاء وتوقيع الاتفاق بما يسمى اتفاق السلم والشراكه تحت السلاح والتهديد والوعد باسقاط وزاره الدفاع والمراكز السياديه في البلد. والكلام معروف في هذا الجانب، وهناك تصريحات وهناك اعمال عسكريه عدائيه قامت بها دوله كايران داخل اليمن دون ان يتحرك هذا الرجل او يعطي كلمه في بشان عمليه عسكريه تمت في 5 مارس 2015 للقوات الايرانيه داخل اليمن ونشرتها وكاله الانباء الايرانيه، وهي تتحدث عن تحرير مختطف دبلوماسي ايراني. لا ادري هذا الكلام لماذا يحاول ان يتجاهل. السعوديه لم تتحرك وللاسف لم تتحرك الا في وقت متاخر، كان عليها ان تتحرك في وقت مبكر جدا لان التهديدات كانت واضحه، المناورات على الحدود، واي دوله تحسب حساب امنها القومي يجب ان تتدخل بشكل مسبق حيال تهديدات كانت بشكل واضح. عندما يتحدث وزير الدفاع ويتحدث رئيس البرلمان ويتحدث اعضاء في البرلمان والقيادات السياسيه والعسكريه الايرانيه عن ان الاراضي التاليه هي الاراضي السعوديه، وبالتالي ماذا يجب؟ ما الذي يجب ان يتم؟ ماذا يجب ان يحدث؟ كل ما في الامر هو يحاول ان يواري تورط علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثيه ضمن مشروع فارسي ايراني لتطبيق المنطقه
واكمال السيطره، ليس كنا نتحدث الفتره الماضيه عن هلال شيعي. نعم 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 استاذ عبد العزيز. سوريا لبنان الان نتحدث عن تطبيق. اذا كلاكما ضيفي الكريمين. نعم تهدر الوقت في الرد على بعضكما ولا تردان على الاسئله بشكل دقيق. استاذ عادل طبعا الاستاذ عبد العزيز فقط لان منحتك الكثير من الوقت ويفند لك كيف تم الانقلاب تحت السلاح وكيف كانت تصريحات هذه ايضا تحت السلاح في تلك الفتره، وهذا امر مهم ربما لتوضيح ما طرحته. سؤال اخير استاذ عادل الشجاع فيما يتعلق بما ذكر امس في المبادره الرباعيه، هناك حديث عن طرف ثالث سيتسلم السلاح، من هو برايك يمكن ان يكون الطرف الثالث؟ الطرف الثالث هو الجيش، والأمريكيون كانوا قد تحدثوا قبل فترة وكانوا يسوقون لبعض الأفكار، وهي ربما بالأمس كانت قد نضجت هذه الأفكار، كانوا يطرحونها منذ جنيف واحد وهو ما يتعلق بالجيش، وقد حددوا فترة زمنية يمكن التعامل أي جيش دكتور عادل؟ وبها أي جيش؟ الجيش الجمهورية اليمنية ما قبل 2011، وبالتالي هذا الجيش هو كان موجود من جميع الاطراف وهو جيش وطني. الجيش الذي يقتل اليمنيين الان في تعز وفي مأرب وفي البيضاء والذي قاتلهم ايضا في عدن. الجيش الجمهوريه اليمنيه لم يتورط فيما يتعلق بالاقتتال الداخلي. اين هو موجود الان؟ اين يمكن ان نجده؟ أغلبهم يتواجدون في البيوت والبعض منهم الآن يقاتلوا في الحدود لمواجهة. نعم إذن العدوان السؤال الأخير أيضا الأستاذ عبد العزيز المجيدي هو ذات سؤال، أنت من وجهة نظرك في أقل من دقيقة كيف تفهم تحويل السلاح إلى طرف ثالث فيما يتحدث الأستاذ عادل بأن الطرف الثالث هو من يقاتل الآن في الجبهات بالإضافة إلى منهم التزموا الحياد أمام حرب الدولة مع العصابة ويبقون في البيوت؟ ولم يقل انهم التزموا الحياد، هو يقول انهم قاتلوا موجودين على الحدود، وبالتالي هو يؤكد يقدم دليلا دامغا على ان الولايات المتحده الامريكيه تساند علي عبد الله صالح. اما قصه انها تساند المملكه العربيه السعوديه، كحديث امريكا عباره عن تاجر شاطر يريد اثاره الاشكالات في المنطقه، يدفع الاطراف للتناقض ويذهب باتجاه اثاره حرب، وبالتالي يستفيد منها، يريد ان يستدير عجلات مصانع السلاح ويريد ان يكسب المزيد من الاموال لخزنته، وبنفس الوقت هو ينظم شروط وظروف تحسين وتوزيع طائفي للمنطقه، وهذا ما يتم الان. نعم اشكرك اعتذر لمقاطعتك استاذ عبد العزيز المجيدي، انتهى وقت الحلقه استاذ عبد العزيز المجيدي. الطرف الثالث الذي تحدث عنه امريكا هو طرف جيش علي عبد الله صالح، وهذا تأكيد على ان امريكا. نعم اذا هو طرف علي عبد الله صالح. اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد العزيز المجيدي من القاهره، كما اشكر الدكتور عادل الشجاع كان معنا من عمان. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي انا اسوان شاهر، من الاعداد اسامه القطيبي وكافه الفريق الفني للبرنامج، نلقاكم الاسبوع القادم في نفس الموعد، في امان الله.